Salut à tous, j'espère que vous allez bien. اليوم بنتي شهات الكوكيز وقالت لي ما علاش ما تخدمينيش الكوكيز. قلت لها اوكي يا با دو بروبليم. في نفس الوقت قلت علاش ما نبارطاجيش معكم الوصفة ديالي، واللي نتمنى كذلك انكم تجربوها على خاطر هايلة هايلة بالبزاف وناجحة. برك لازم تتبعوا جميع الخطوات، وهي بمكونات كذلك جد وجد بسيطة. وإذا راكم حابين تشوفوا الوصفة ألوغ روحوا معايا ونشوفوا الفيديو من الأول إلى الآخر، هكذا باش ما تفوتكم حتى خطوة. نحتاج كل إلى 3 حبات بيض، واحدة خميرة الحلويات أي ما يعادل 10 غرام. نحتاج كذلك الى كوب، يعني العبار انا معبره بعبار واحد، يعني هذا الكاس اللي تحبي تعبري به هو اللي تعبري به الوصفه ديالك كامل، يعني الكاس هو اللي تعبري به كامل الوصفه. انا عامله هنا كوب تاع بينو بارر، يعني تاع زبده القوقعه. الا ما كانتش عندك تقدري تستغني عليه، ماشي ضروري ضروري، هي يعطيك نكهه خاصه صح، لكن تقدري تستغني عليه. نزيدو كذلك كوب زبده، كوب تاع المكسرات، راني عامله تشكيله من المكسرات. نحتاج كذلك الى كوب تاع السكر العادي، وكذلك كوب براون سكر، يعني السكر البني، يعني 2 تاع كوب. الا ما كانش عندك سكر بني تعملي 2 تاع كوب تاع السكر. نحتاج كذلك الى الاوتميل، يعني الشوفان، نحتاج الى 2 كوب تاع الشوفان، وكذلك الى 2 كوب تاع الدقيق يعني لافارين. ونحتاج الى 1 يعني كوب شوكولات شيبس، يعني الشوكولاته القطع ولا الحبات اللي تجي هكذا باشكال. ملعقه صغيره تاع القرفه، وملعقه صغيره تاع فانيلا، وكوب تاع الزبيب المجفف. هذه هي يعني المقادير، هذا ما فيها يعني ماشي حاجه كبيره، الوصفه سهله مهله. والحين نمشيو نشوفوا طريقه تحضير الحلوى ولا الكوكيز ديالنا. ماما اول حاجه نبداو بها هي من الاحسن انك تستعملي كيتشن ايد، وهي الزبده. ونزيد معاها بينو بارر، يعني زبدة القوقعو، والزبدة والزبدة وزبدة القوقع من الأحسن يعني تكون بحرارة الغرفة، يعني تكون جبتيهم من قبل من الثلاجة. ميكسي هادو مع بعضياتهم بعد، ونبداو عادة نزيدو باقي المكونات. من بعد نضيفو السكر، كما قلنا كوب تاع السكر براون، السكر البني، وكوب تاع السكر الابيض. نرجس ونزيدو ملعقة تاع الفانيلا، ملعقة تاع القرفة اختياري، واللي ما يحبهاش يقدر ما يعملهاش. صاي مامي، والحين نبداو نضيفو البيض حبة بحبة، كما قلنا 3 حبات. نو نو ماما نو،
بنتي تحب بزاف بزاف الكوكيز، على بها عملتهولها اليوم، فعلا تحس على كريمة بهذا الشكل. عاد هنا نبدا نضيف في الشوفان يعني الاوت ميل ومع الدقيق. ياس ماما كما قلنا 2 كوب تاع الشوفان، اوكي ماما. يس ونزيدو 2 كوب تاع الدقيق. حطينا بزاف ماما. صعب شوية. خميرة الكيميائية، خميرة حلويات، صح ماما؟ يعني كما قلنا 10 غرام. هنا خلاص بعد ما مزجوا غاية الغاية العناصر مع بعضياتهم البعض، نحبس وهنا الباقي مكونات اللي راهم باقيين اللي تاع شوكولا شيبس، زبيب، المكسرات، هذوك نضيفهم في الاخير يعني بيديك في الاخير كامل، يعني ماشي في الاله، تحصلوا عليها بهذا الشكل ماما كما الكريمه. اسمعني ماما تفضل معلقه هذه احسن. نضيف المكسرات، ماما تولنا يكسر لاتوا تولنا. كوب تاع العنب المجفف، الزبيب هو العنب المجفف. وفي الأخير قطع الشوكولا.
ماشي قوة. اوكي هكذا. يس. صبرينا نجلس ما تفديش بنتي ما تفديش. ونمزج كلش مع بعض يا طلبة. دوك نعطي البنت يا هلا. الايس كريم. ايه الايس كريم. اودي تافو. اودي تافو. خلاص. الخليط تاعي راه جاهزكم راكم تشوفوا يجي بهذا الشكل. والحين نوجد كل من الصينية يعني البلا ديالنا نوقع عليه نوضع عليه عفوا واكس بيبر يعني ضروري ضروري تعملوا الواكس بيبر ونجيبوا هكذا كاس تاع الماء وانا نفضل تستعملوا هذه الملعقة تاع الايس كريم تاع الايس كريم هكذا باش تسهل لكم الامور وبداو نربدو بهذا الشكل هكذا باش نكونوا واثقين بلي الحجم يكونوا يجيو كلي قد قد ونوضعوهم على مسافات متباعدة على خاطر راح ينحل كما راكم تشوفوا وضعتهم على مسافات متباعدة على خاطر من الطيب راح تهبط وتنحل تماما بالنسبة للفرن انا نوضعهم ولا نضعهم في فرن على درجة 350 والمدة تكون من 10 حتى 12 دقيقة فقط واخيرا الكوكيز ديالي راه طاب كما راكم تشوفوا فيه وكنصيحه تخلوه حتى يبرد تماما تماما عاده باش تنحيوه من البلاك وما انا خليته حتى برد هذا هو دا عفوا نشوفكم ياس دوك نعطي بنتي عرفت بلي طاب جات تجري اوكي ماما اوكي ام جيف يو فوالا يجي هكذا كما راكم تشوفوا تشهي تشهي وكما قلت ونعاود ونعاود نقول ما كاش كما حاجه تاع الدار وراها الحبه نحلت كما قلت لكم على بها قلت لكم لازم لازم تبعدوا على بعضياتهم البعض اوكي ماما ها هي دي تاع بنتي فوالا والشكل الدخلاني ديالو كما راكم تشوفوا فيه هكذا يجي الشيش الشيش ورائع في المذاق ما عندي ما نقول واخيرا هذا هو الكوكيز ديالي اللي كان عندي كان عندي اليوم وهذا نوع من انواع الكوكيز على خاطر الكوكيز عنده عده انواع وانا هذا هو النوع المفضل عندي حبيت نبارطاجي معكم الوصفه ديالي واللي نتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم ويلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك اما بالنسبه اللي مازال ما اشتركوش في القناه قولهم اشتركوا علاش لا هكذا باش يوصلكم اي جديد والحين خليكم في امان الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باي باي